لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، خطبة اليوم تحت عنوان وصايا عظيمة بين يدي عيد الأضحى. فقد اقتربنا في هذه الأيام المباركة، قد اقتربنا من شعيرة من شعائر الإسلام عظمها الله جل وعلا وعظمها رسوله، وهي من سمات هذا الدين العظيم. فوجب علينا يا رعاكم الله أن نأتي هذه الشريعة على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وأن نتعبد الله بها كما أراد الله، وأن نخلي أنفسنا فيها من البدع والأخطاء، وأن نلتزم فيها بالسنن حتى تكون عند الله مقبولة وتكون عند الله مرضية، رجاء أن يجنبنا الله بها سخطه وعذابه. ولذلك أقول مستعينا بالله، إن أول وصية أوصي بها نفسي وأوصيكم بها أصلحكم الله، نستقبل بها أضحية العيد، أن تعلم بأن أضحية العيد عبادة لا يجوز صرفها لغير الله أبدا، لأن الله يقول فصلي لربك وانحر. فالذي يذبح لغير الله وينحر لغير الله ويعظم بذبحه غير الله، هذا لا يكون صادقا في أضحيته ولا يكون صادقا في ذبحه. والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعليه من يشتري أضحيته لأجل أولاده فيقول إنما نذبحها لأجل الأولاد أو لأجل الجيران، فيقول لك على ولد الجيران ما تحكوش علينا، نفرح بالوليدات، نفعل لأجل العائلة، مش ما نطيحش من قيمتي. كل هؤلاء لم يذبحوا أضاحيهم لله. الذي يذبحها لله هو من يرجو ثوابها من عند الله، لا يكون له غرض إلا ذلك، ولا يكون له مقصد إلا ذلك. فإذا كنت من هؤلاء فأبشر، ذهابك للسوق عبادة، مساومتك للأكباش عبادة، بذلك للمال عبادة، شحذك للسكين عبادة، فرحة أبنائك عبادة، قيامك صباحا لتذبح شاتك، كل هذا عبادة ما دمت تريد بذلك وجه الله. فاحذر يا عبد الله أن تتغير نيتك أو أن يتحول اتجاه قلبك، فمن فعل ذلك أقبل الله تعالى عملك. الوصية الثانية مما ينافي التوحيد في العبادة وينافي ابتغاء وجه الله تعالى، طلب المباهاة بشراء الأضاحي، طلب المفاخرة والتعاظم والبحث على أن يراك الناس. انظروا، فكبشنا خير من كبشكم، ولونه خير مما عندكم، وبذلنا فيه خيرا مما بذلتم، وهو أسمن مما عند الآخرين. يتباهى ويتعاظم ويتفاخر، وغرضه أن يراه الناس وأن يسمعوا به.
هذا هو المرائي وهو المشرك بالله العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راء الله به. من سمع أي من أنشأ طاعة ليسمعه الناس، فجزاؤه أن يفضحه الله فيسمع به خلقه. ومن عمل العبادة يرائي. شفنا وحولنا وخذنا قد وليس غرضه ابتغاء ما عند الله، وإنما غرضه المفاخرة، هذا يرائي الله به. قال العلماء: أن يفضحه الله تعالى. وما أتعس هذا المسكين، يبذل ماله ويتعب نفسه وينفق من حر ما يجد، وفي النهاية لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فيا أيها العبد، إياك والمفاخرة، وإياك والرياء. الوصية الأخرى، أوصيكم معاشر المسلمين من عدم استرخاص الأضاحي، عدم استرخاصها. ومعنى ذلك: إذا كنت تستطيع أن تشتري الأكمل الأسمن الأغلى وتفعل ذلك لله فافعل، فإن شراءك للأضحية بهذا الثمن وإن كان غاليا ما دمت قادرا غير مباه هو أحب إلى الله وأقرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين من أجود ما يكون. لماذا؟ لأنك تتقرب بها إلى الله. فلا تقل كما يقول ذلك المسكين من المسلمين، تقول لك إحنا كنا كل الحمل عام كامل، وبقيت غير أنا والمرأة والدراري يتزوجوا ومشاو لديورهم، ناخذوا خروف صغير يعني نمشي به الشريعة. لا لا لا، أنت عندما تذبح تقرباً، تذبح طاعة. إذا أردت أن تدخل الجنة أبذل الأجود الذي تستطيع. لا أقول لك تكلف، ولا أقول لك بالغ، ولا أقول لك اشتري أكثر مما تقدر، ولكن أقول لك لا تقصر. واحد قال لي شيخ 7000 درهم، ما عندوش وشي كيشري واحد صغير. علاش ما كناكلوش اللحم فينا السكر؟ علاش الخروف يراد للحم فقط؟ هو شعيرة تتقرب بها الى الله. إن شئت أن تذبحه ولا تأكل منه لا تأكل، المهم أظهر لربك أنك معظم لدينك. أما قرأت في القرآن الكريم: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ولا تيمموا الخبيث أي ولا تقصدوا الناقص الخبيث الناقص، وإنما اقصدوا الأكمل. ولكن ما دمت تفعل ذلك لله من دون مبالغة، من دون مبالغة. الوصية الأخرى، أصلحكم الله، نسمع من بعض المسلمين هداهم الله أنهم يقولون: نريد إلغاء شعيرة الأضحى هذا العام، نريد إلغاء هذه الشعيرة، خصهم يحيدوا العيد بلا ما نعيدوش هذا العام. يقولها بعض المسلمين. هؤلاء جهلة المسلمين. لماذا تريد إلغاءها؟ لأن أسعارها غالية، أنت لا تستطيع أن تشتري. ما كلفك الله عيد الأضحى، شراء الأضحية هو كالحج وكالزكاة وكغيرها من الطاعات. الذي عجز عنها لا يدعو إلى إلغائها، فإن ربنا يحب أن يبقى شرعه قائما في الأرض. واش انت لما كتقول بغينا العيد ما يكونش، واش عارف شنو كتقول له؟ ما عارف. فاش كتفكر هذيك الساعة؟ كتفكر أن الحول غالي وأنك ما غتقدرش تشري. ما كلفك الله، ولكن افرح لأن غيرك من المسلمين سيظهرون هذه الشعيرة وستظهر في بلاد المسلمين. أما أن تدعو إلى إلغاء الدين وإلى حذفها من الواقع، يا ويلك من لقاء الله، يا ويلك من لقاء الله. فإن الله تعالى يحب يوم النحر، ويحب النحر، ويحب الله إراقة دم الأضحية. اسمعوا ماذا يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم:
يقول ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. قال وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها. قال وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بهذا. يحبها ربنا، أفتحب أن تلغى هذه الشعيرة من على وجه الأرض ويضبطنا الله؟ لا، افرح. وإن لم ييسر لك الذبح كن مسلم وقل الحمد لله، أنا ربي ما أعانني لأشتري الأضحية، ولكني أحمد الله لأن شرع الله أقيم في الأرض. هذه هي نظرة المسلم. الوصية الأخرى أصلحكم الله، المغالاة في رفع الأسعار والإضرار بالمسلمين وتكديس الربح على حساب كوارث الفقراء والمحتاجين. أيها الباعة، يا من تكسبون الأضاحي وتتبعونها، اتقوا الله، اتقوا الله. العبرة ليست بكم ربحت، العبرة بأن يبارك الله لك. نعم، الغلاء في الأسعار نازل حاصل، وهو بلاء أصاب الله به المسلمين، هو مصيبة من المصائب التي نسأل الله أن يرفعها عنا، وهي عامة في بلادنا وغير بلادنا. ولكن بلادنا أيها المسلمون غير بلادنا، المصائب بماذا تقابل؟ تقابل بالصبر والاحتساب وسؤال الله تبارك وتعالى بأن يخفف، وتقابل من الباعة بأن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين. يعني ربحت نصيبا يكفيك، لماذا تغالي بالربح وتضر الناس؟ أما علمت أنك أيها البائع لو يسرت على معسر يسر الله عليك؟ أما علمت بأنك حين ترفق بالمسكين وتبيعها له بربح معقول لا يضرك ولا تضره، قد يكون هذا سببا لأن يبارك الله في تجارتك. شحال من واحد باع بأثمنة مرتفعة وأضر بالناس، وفي النهاية سلط الله عليه مرضا أنفق فيه كل ماله. كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ كاين. فلنرفق بالمسلمين ولنرفق ضعاف المسلمين، نريد أن نرى في البائعين أخلاق المسلم، لكي يقول ليه أنا كفيني هذه البركة، هذه البركة اللي بحثت الله يجعل فيها الخير وأسهل على الناس. أيها البائع، يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم، يقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. سمحا إذا باع يعني سهل، سهل، مش ذاك الشديد يحلف والله ما الذهب هالثمن والله لا كذا، وكأنه سيبقى في الدنيا خالدا فيها. فين هي الأرباح اللي العميلة؟ أين مدخرات التجارات المالية؟ كل شيء ذهب ولا يبقى إلا العمل الصالح. تقول لي هذا خوف كيدير قدو 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 وتشوفه مسكين تلو وحدك ما عندوش، ويبلك في طريقة تسهل بها عليه، قل الله يسخر خذه بكذا، وخذ ما طلبتهاش مني، أنا أسهله عليك حبا في الذي عند الله. هذا من خصال المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أخبركم، اسمع سيدي اللي كيبيع ويشري، ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو من تحرم النار عليه؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم النار عليه؟ من هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام، على كل قريب هين سهل. سهل قريب كتسمع من فمه الله يسخر، وغير زيد شي بركه ما تضرنيش الله يسخر، ما كاين بس كل شيء غيفوت الله يسخر. هكذا ترفع المصائب ويحصل التعاون ونكون من المؤمنين حقا. الوصيه الاخرى مساعده المحتاجين. معاشر المؤمنين، كل واحد منا يعلم بان في عائلته وفي حيه وفي مدينته مجموعه من فقراء المسلمين لا يملكون ما
يحفلون به أبناءهم أو يعولون به سرهم فضلا على أن يشتروا أضحية العيد. أيها المسلم ما فيها بأس إذا اجتمعت أنت وأخوك وثالث ورابع وأعنتم هذا الفقير ساعدوه، راه ما كاينش غير انت اللي فوق الارض، كتشري الحولية وتدخل الخير للدار وتدخل تخدات تقضي ديال الشهر منوعة وتسد عليك دارك ولا تبالي بالعالمين، راه ما كاينش غير انت. كاين اخوانك المسلمين، كاين الفقراء، كاين المحتاجين، اللي ما تعرفوش لا يمد يدك ان لم تعنهم انت. اما تخاف ان تدور الايام وتصير أنت أيها الغني اليوم فقيراً غداً وتحتاج إلى من يعينك؟ أيها المؤمنون ينبغي لخلق الرحمة أن يظهر فينا من جديد. كيف تضحي أنت وجارك بجنبك لا يملك ما يضحي به؟ نجمع ثلاثان، نجمع أربعان، نجمع عشرات، كل واحد 100 درهم، 200 درهم، ونشتري لهذا الفقير الأضحية دياله، ما فيها بأس. ونسعده وندخل السرور عليه. وربي يقول لك في القرآن الكريم: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقول: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. 200 درهم، 300 درهم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ربح البيع. اللهم اقذف الرحمة في قلوبنا، اللهم اقذف الرحمة في قلوبنا، وأصلحنا وتجاوز عنا، واغفر لنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وصحبه وآله ومن والاه وبعد. ومن الوصايا العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها في هذه الأيام: أوصي بها نفسي وأوصيكم بها، وعقدوا عليها امتيان، الله يجزيكم خير، علي وعليكم بالعفة. لا تمدوا أيديكم إلى أحد، ولا تظهروا فاقتكم إلى أحد، لا تبكوا على أحد، ولا تكشفوا سرائركم لأحد، ولا تظهروا عزكم لأحد. العفة لو أنها تباع بأموال الدنيا تكون أغلى. إياك أن تظهر عزك وتقول راه ما عنديش، ونجلس في الجماعة وتقول لهم والعيد غالي ومحال واش العيد وهذا العام وما كرهناش. إياك. الحر يموت ولا يمد يده لأحد. إذا سألت فاسأل الله، فإنك لو مددت يدك إلى الخلق أذلك. إياك، ما كلفك الله أكثر من طاقتك، أشغل يوقعن معيتك، ما كلفك الله، ما كلفك الله، ولكن باش تمد يديك وتدور تسعى في زناقي، هذا لا يريده الله لك. نعم أوصي المسلمين بالإحسان، ولكني أوصي الفقراء بالعفة. واللي قسمها لك الله توصلك، هذا اللي غتسولو راه فقير بحال بحال، تمشي حتى عنده امام بيته وتطرق بابه يردك مذلولا محسورا حقيرا، اتحب هذا لنفسك؟ وتبحث عن الذل لعيالك. والله تعالى يقول: ولا تمدن او لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ومن يستعفف وما كيمنش يديه شنو يعطيه الله؟ قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر
يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ما تلوح الهضرات التشوح وما تمعني على التشوح واللي سولك على حالتك، اجهر وقل الحمد لله على خير، وراه اللي مقسمها لك الله ما توصلك. فاستعفف أيها المسلم واتق الله. آخر وصية أوصي نفسي وإياكم بها، إياكم أن تقابلوا هذه الشعيرة العظيمة بالبدع. نعم، هي شريعة الله رب العالمين، أنزلها وفرضها على أنبيائه من قبل وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا تقابلوها بالبدع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. ومن هذه البدع والأخطاء التي تفعل يوم العيد، بعض الناس يجعل الملح على في فم الأضحية أو الكمون في فمها، وبعضهم يرش الملح على دمها، وآخرون يخرجون المرارة ويلزقونها بالجدار، وآخرون يخرجون شحمها ويجعلونه على ظهورهم، وآخرون يخزنون الدم المسفوح النجس، يخزنونه يقولون إنه دواء وهو حرام، ورسولنا يقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. ومن البدع خروج الأطفال يوم عرفة يمدون أيديهم للناس يسألون، كنعلم أولادنا السعى ينهر العلم، ويخرج نهار عرفة يسول عباد الله: عرفة عرفة، ولا في عاشوراء حق بابا عاشوراء في الطريق، ويقفوا عباد الله يتعلموا الذلة من صغارهم. ومن البدع كذلك أن يخرج أولئك الجهلاء من الناس يلبسون فروة الماعز وجلود الخرفان، ويطوفون بالشوارع ويقولون إنها عادة، وهم يحيون بذلك عادات المجوس. كل هذه بدع. ما تدير كمون، لا ترش الملح، ما تحط رجلك في الدم، سمي الله وكبر واسأل الله القبول، هذا هو الدين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، وأن يجنبنا وإياكم المحدثات والبدع، وأن يربط على قلبي وعلى قلوبكم بالحق. اللهم اجعلنا ممن يقوم بشرعك ويحيي سنن نبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغني فقراءنا، وأطعم جياعنا، واكس عراتنا، وأمن خائفينا. اللهم وسلم بلادنا، وبارك في أرزاقنا، واقذف الرحمة في قلوب الباعة منا والتجار والمشترين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولي أمرنا، بارك اللهم في عمره، بارك اللهم في جهوده، واجعله اللهم قائما بدينك، محكما لشرعك، ناصرا لأوليائه، حربا على أعدائه، وولي عهده، وإخوانه، ووزراءه، ومستشاريه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في غزة يا رب العالمين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، ربنا فرق جموعهم، ربنا أفسد سلاحهم، ربنا أغنم المسلمين ما معهم من الخير والسلاح يا رب العالمين، وأخرج بلادنا والمسلمين سالمين آمنين رابحين ناجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.